السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما يكون خاصكم حتى شي خير. الناس اللي سولتوني على جديد الكيطما، جديد البالطوفا، جديد من ملابس ديال الشتوى، ولي كوموند اللي كناخذ هاد الأيام إن شاء الله بإذن الله. الكوموند اللي عندي يعني غنصور معكم اليوم وغتشوفوه، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، واي حاجه بغيتوها راكم غتسمعوها في الفيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي سولتوني على الكوموندات وسولتوني كيفاش كنتعامل بالكوموند، يعني غادي نشرح لكم كيفاش كنتعامل. بالنسبه بحال هذا الكوموند هذا، انايا ما كنتعاملش مثلا بدوك المواقع، انني ديك السلعه مثلا ما كنشوفها، ما كنقلبها، ما والو، كنخلطو كنصيفطها لك مثلا غير مع الناس اللي كيوصلوا، لا نشتي ديك النسبه المئويه انا فيها صافي ونمشي بحالتي، لا. انا كنتعامل مع ناس اللي كناخذ السلعه وكتكون سلعه ملموسه، وكنجيب سلعه عندي وكتجي انتي لعندي كتاخذيها. ما عدا الا كنتي بعيده اولا كنتي فشي بلاصه مثلا داخل المغرب ولا خارج المغرب وبغيتي انني نصيفطها لك، ديك الساعه نصيفطها لك عبر الطرق. باش كنصيفطوا السلعه كل واحد وعلى حسابش، كاين اللي كيبغي انني نتواصل معاه كيفاش كيبغي انا نصيفط ليه السلعه ديالو. عفوا تنهضر معكم وكتعرفوا كيكونوا مثلا الناس كيدوزو، كنحاول انا نهضر رد معايا البال المحل انتم كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد البياسه هادي، انتم كما كتشوفوا هادي البيسه هي والسروال ديالها، ها انتم فيها الزواق في الكميمات ديالها، في الجاكار ديالها، الكول ديالها، ها انتم شتو ما فيهاش الطي نادي. كتلبس طي ستوندار، هادي طي ستوندار، ماشي طي ما تكونش شي وحده تكون غليظه بزاف راه ما تجيهاش، هادي طي ستوندار. هادي الناس تقريبا ما بين واحد 70 كيلو 60 كيلو، انا كنهضر معكم بالكيلو لان الاصل ديال الحوايج خاص تضرب الكيلو ماشي تضرب القياس ال ولا اكس ال، ولا راه كاينه اللي كتكون عندها ال ولا الاكس ال ولا، ولكن كتكون عندها الفورما ديالها مثلا عندها لي هونش خارجين، عندها صدر كبير بزاف، عندها فهمتيني. الكيلو الا كتخدم بالكيلو مثلا كتكون المراه كتشوف شحال فيها من الكيلو كتكون باين، كما تيخدموا المشاريق وتيخدموا الدول العربيه تيهضر معك شحال كتوزن. إن العبايه اللي غتلبس اللي كتوزن 140 كيلو ولا 120 كيلو ولا 100 كيلو ماشي العبايه اللي غتلبس مولات 70 كيلو مولات 60 كيلو 55 كيلو. هذه نقطه انا راه شدها مع الناس ديال المشارق، الناس اللي كيتعاملوا بالكيلو، لقيتها بصراحه هذاك هو العبار الحقيقي. اما ديك ال اكس ال دوبل ال حكينا اللي كتلقى عندها غير كتلقى عندها دوبل ال، ولكن في الفورما ديالها عندها لي هونش ولا عندها صدر كبير ولا عندها هاد كيكونوا هاد البلايص هادو هنا خارجين بزاف. كل واحد سبحان الله كيفاش دار لي الله الفصاله ديالو، كتلقى واخا ديك الايل ديك دوبل ايل ولا كتلقاه ما قداش، ولكن الكيلو تيخرج. خدموا بالكيلو ردوا عليا الخبر. انتما كما شفتوا اللبسه ديالنا ها هي، ما نطولش عليكم. فيها الجاكار في الكميمات، السريويل ديالها ها هو هو السريويل ديالها. كاينه عندي واحد الاخت في واحد الفيديو خلات لي في التعليق قالت لي ما كتشرحيش لينا النوع ديال الثوب والنعاس سميتو. اختي راه كنحاول نشرح ولكن ربما غير ما عرفت. المهم هذا الخيط، هذا خيط ماشي الصوفه القطن، هذا الخيط قطني، هذا خيط قطني انتما كما كتشوفوا. لاستيك ديالو ها هو انتما كما كتشوفوا. السروال ديالو الفصاله ديالو زوينه، الفصاله ديالو عريضه من التحت ماشي كولون، الفصاله ديالو عريضه وزوينه. وانا كنهضر معكم وكنهضر بلا زواق بلا اللي داك لغات الخشب، كنهضر بواحد الطريقه اللي ماشي كنبدا كنزوق في الكلام وكذا. كنت نهضر معكم بحال كما كنهضر مع الكليانه ملي كتوقف عندي كتجي عندي كتهضر معايا، بحال هكا انا كنهضر معكم بنفس الطريقه ونفس الهضره ونفس كلشي. نهبط شويه الكاميرا تشوفوا مزيان هكذا انتم كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد البيته هادي مولاتها اللي بغات كومونديها، راه حتى البالطو حتى هي قالت لك عافاك جيبيها ليا معاك، تكون اللي يكونوا اللوينات قراب ليها. انتم كما كتشوفوا
قالت لك عافاك بيت البالطوفه تكون اللوينات قرب، وهذا الشيء راه بالاستشاره معاها ماشي غير خلطوا جوج هاد اللون. لا راه حتى كنصيفط لها في الواتساب وريتها، وحتى انا ملي كيصيفطوا لي الناس الموديلات كنعاود نصيفط ليها حتى صافي شي بغات هي اللي كومونديت ليها وصيفطوها ليا، هي اللي صيفطوا لي هاد ديال كازا، هادي سلعه ديال كازا زوينه الله يعمر ليها الدار. وها نتوما كما كتشوفوا زوينه في الشكل ديالها، ها نتوما ها هي هادي النمره 39 ها هي نتوما. وكما قلت لكم ها نتوما شفتوا هذا هو اللون اللي لقيت قريب ليا من الالوان كاع الاخرى اللي كنصيفط ليها تيجاو شويه بعاد، ولكن هذا جا زوين حيت فيه حتى الاختطاط شوي مناسبين هاد الكولور اللي كاين فيها مناسبين. المهم جاو معاهم زوينين نتوما كما كتشوفوا. وكما تنقول لكم بالنسبه للناس اللي بغيتوا شي حاجه اولا بغيتوا مثلا بغيتوا تقداو عندي مرحبا بكم ما عليكم الا تدخلوا عندي الواتساب اولا تدخلوا عندي الفيسبوك اولا تدخلوا للقناه، وديك الساعه ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم كاع داكشي اللي كنحط وتشوفوا كلشي. بالنسبه لهذا الكوموند هذا هذا تاع واحد السيده كوموندات عندي بينوار، ها هو هذا البينوار راه 3 بياس. فينا هو فينا هو ديالو ممكن نسيتو؟ لا ما نسيتوش، ها هما كاينين، ها هما 3 بياس هما كما كتشوفوا، ها هو بينوار زوين 3 بياس ديال الموبرا شفتو. هادي راه الموبرا وهادي الفوطا، ديك الفوطا الزوينه ديك الرطيبه انتوما كما كتشوفوا. دابا هادشي اللي كيتلبس فهاد الجو ديال دابا فهاد البرد، وكنطلبوا الله تصب شي شتيوه الله يرحمنا بها. هادشي اللي كيتلبس انتوما كما كتشوفوا، السروال تا هو ديال الموبرا راه شي حاجه زوينه انتوما. السروال الموبرا كتيري ماشي ديك الموبرا اللي كتكون معصبه واقفه، هادي الموبرا كتيري ها موبرا شي حاجه زوينه انتوما. والفصالة ديالو ماشي كولون، ها الفصالة ديالو عريضة. نتوما كما كتشوفوا الفصالة ديال السروال ماشي كولون، حيت راه بزاف الناس كي ملي كيبغيو يكوموندو شي بياسة عندي كيقولوا لي واش كولون اولا السروال عريض من عند رجلي، كل واحد وشنو كيبغي يلبس. ها نتوما هذا ماشي كولون، نتوما الفصالة ديالو زوينة. نشوفوا البودي ديالو، هانتوما البودي ديالو زويون هانتوما. هاد السيده هادي بغاتو بصديفات، لان السيده هادي بغاتو ولد ان شاء الله، الله يكمل عليها بخير، بغاتو ولد وبغاتو بصديفات. قالت لها باش تعود ترضع المولود تاعها ولا المولوده ديالها، الله ان شاء الله يمتعها وتولد ان شاء الله بالصحه والسلامه يا سيدي ربي. دعوا معها المتتبعين انتما كما كتشوفوا. هي كتاكد عليا في الكوموند عافاك قالت لك بغيت شي لبسه وبغيت البودي ولا دا المهم تكون 3 بياس، حين شافتها ولكن قالت لك بغيتها يكونوا بالصديفات اولا سلسله، لانني قالت لك انا بغيت نرضع ان شاء الله الطربيه ديالي اللي غادي نولد، قالت لك ما بغيتش انني نكون عندي مشكل في الصدر. انتما كما كتشوفوا ومعها واحد معها واحد الفولار ها هو ديالها، حيت كما قلت لكم كنحاول انني هاد الفولار هذا ديال هاد السيده هادي، هذا ديال هاد السيده هادي وقع ما صورته معكم. انت بعد بديت كنتفكر خديت جوج فولارات اللي خديت لهم، هذا راه ديال هاد السيده هادي ديال هاد البال هذا كما كتشوفوا، هذا راه ديال هادي نحلو معكم، خصني نحلو باش نعاود نردو للكليانه كي 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 كان باش نعاود نردو ليها، لان خصني نعطيها المسائل تاعها بحال ما. المهم السيده معليش غادي نحاول المهم نحلو باش نوريكم الفولار كي داير. غادي نحاول نعاود ندير ليه واحد الخريطه اخرى عندي انا هاد لومبالاج هذا. انتوما شفتوا الفولار انتوما ها هو هاد الفولار هذا، عفوا راني ملي كنت كنصور ما انتبهتش الفولار ديال هذيك اللبسه راه هي حطيتها تما. ها انتم شفتوا
كما قلت لكم انا اي حاجه بغيت نكومونديها للكليان الا كيكون بالاستشاره ديالهم والطوق ديالهم. لا هادي ما خداتش لا بالطوفا لا والو، هاد السيده هادي ما خدات والو، هادي قالت لي عافاك جيب لي غير فولار يكون قريب ملي ملي وريتها واحد في الكري قريب ليه في الكري، قالت لي كلا ما بغيتش، بغيت شي حاجه اللي تكون شويه فيها هاد الشويبه، لان قالت لك عندها واحد التوب تاع جلابه شويبه حطها عند الخياط، قالت لك بغات ديرو معاها. ملي وراتني التوب لقيت انه قريب لي هاد الفولار هذا، لان بغات تخدمو مع هاد اللبسه هادي وبغات تخدمو مع الفولار. المهم داكشي كيبقى الناس اذواق، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يكمل عليه، كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه لهاد اييه بالنسبه لهاد الكوموند هذا تاع واحد السيده تاهي الله يوصلها ان شاء الله بالصحه والسلامه. انتم كتشوفوا كما كتشوفوا هادي علاقه ديال والله الا كنهضر معكم وعقلي مع الطريق مع كيدوزو الناس، داكشي باش بغيت نصور باش نحيد واخا صافا ليا هكا. هادي كما كتشوفوا هي علاقه فيها هاد البياسات كلهم اللي كاين هنا، ها هما فيها، فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 هي البياسه. حيت بزاف الناس يقولوا لي قلتي لنا كاينه 12 بياسه، فين هي 12 بياسه؟ 12 بياسه الاخوات راه بهادي، هادي اللي كتكون محطوطه في راه هي كتحسب من 12 بياسه. انت شفتوا 12 بياسه ها انتم، ها 12 بياسه. حيت وقعت لي مع واحد الكليانه كنشد لها واحد الكوموند فيه المعاق والفراش فيه 12 بياسه والعلاقه حتى هي هذه العلاقه اللي عندها، قالت لي 12 بياسه فين هي؟ قلت لها 12 بياسه بهذا، ما انتم ها 12 بياسه راه بهذا، حتى هذا كيتحسب بياسه. ايوا كنحاولوا نوضحوا للناس الشيء اللي كاين، لان الناس كيبغيو يشوفوا الحاجات. هادو ديال العود كاينين في كاينين في الجريل وكاينين في الكحل. هاد السيده هادي كومونداتهم عندي في هاد اللوين هذا، ما شاء الله زوينين، والثمن ديالهم راه مناسب والله الا مناسب بزاف بزاف. وحاليا دايره فيهم انا سولد انتوما شفتوا، وهذا راه زوين، هذا راه مخير ماشي نقولوا بلاستيك ديال الطرطا ولا، انتوما شفتوا راه زوين والجوده تاعته زوينه. انتوما كاينه هاد هادي هاد الفرشه هادي، انتوما كاينه هادي ها هي، المهم ها واحد ها جوج ها ثلاثه، هانت كاينه هاد الاخرى هي اربعه، كاينه هادي هاد المغرفه شفتوها، انتوما شفتوا هاد المغرفه هي خمسه، كاينه هاد الاخرى حتى هي هانتوما شفتوها، هادو راه كلهم ديال السيليكون هي سته، وكاينه هاد المغرفه حتى هي هانتوما هي سبعه، كاينه هاد الاخرى حتى هي هانتوما راه كيما قلت لكم ديال العود والمنظر ديالها رائع وزوين. هانتوما كاينه هادي حتى هي هادي، هانتوما كاينه هاد الطراب هذا هو ديال السيليكون راه زوين وعملي عملي وبزاف، كاينه هاد حتى هي زعما، والثمن ديالها جد مناسب بزاف بزاف. انا حاليا دايره فيهم واحد خصم ودايره فيهم واحد سولد، راه ما نقول لكم شي. الناس اللي كياخذوهم من عندي قال لك راه خديناهم في بلاصه اخرى وفي محل محل كبير والثمن اللي عندك انت راه ناقص. قلت لهم انا كنبغي ندير سولد مره مره في السلعه، كنبغي انا نترزق الله تربين نخرج السلعه. هانتوما شفتو زويونه زويونه تتحمق، هانتوما شفتو هاد الكوموند هذا ديال واحد السيده، هانتوما كما كتشوفو، وعندي واحد اخر بحال تاهو في الكري ديال واحد السيده اخرى بلا ما نحتاج نجيبو نصورو معاكم، ومعاهم هادو وهادو وهادي، هادو ديال واحد الكليانه حتى هي وصلتني عليهم. كما قلت لكم الاخوات داخل المغرب خارج المغرب، بغيتو شي حاجه مرحبا، بغيتو شي حاجه تواصلوا معايا، ما عليكم الا تدخلوا الرقم الهاتف ديالي تواصلوا معايا عبر الواتساب، راني كنجاوب على جميع التعليقات. اي حاجه خصاتك مرحبا، اي حاجه بغيتي تسولي على الثمن ديالها مرحبا. اختكم ايمان، كبروا بيا وفعلوا لي القناه وديروا لي تعليق وديروا لي اشتراك. كما كتشوفوا كنحط محتوى نقي، كنخدم على وليداتي، ما كنطلبش شي حاجه،
اكثر من المستحيل انني بغيتكم تعاونوا معايا الا كان جات على خاطركم، لانني كنحط في القناه وكنحط وكنحط وكنلقى المشاهده كاينه وما كاينش ديك البصمه ما كايناش. وكما كتعرفوا راه ديك البصمه كتطلع الفيديو وكتخلي انه يشوفوا الناس اخرين. ما فيها باس اختكم تعاونوا معها لا في داخل المغرب ولا في خارج المغرب. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، كنتمنى انكم تشجعوني، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وراحه البال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.